هذا يسأل عن الدعاء بين الأذان والإقامة، نقول نعم هذا طيب، مظنة الإجابة، الدعاء بين الأذان والإقامة مظنة الإجابة، وليس هناك دعاء مخصص، بل يدعو بما تيسر له من الأدعية الشرعية، وفي هذا فضل، والحديث في هذا لا بأس به، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة لا بأس به. نعم.